من في حاجة إليه، نتوق إليه. زمن الجماهير، الناس، البشر اللي بيبحثوا دايما عن طريق وطني يضمن استقلال البلد وحمايتها وحماية مؤسساتها. زي ما قلت قبل كده، خلونا نختلف مع أي نظام، مش مشكلة. ممكن النهاردة ترى هذا الرئيس كويس، بكرة ترى مش كويس، ممكن ترى كذا ترى كذا، كل ده وارد، لكن عمرك ما تختلف عن الوطن. اللي بيختلف على الوطن ده مش وطني، ده ملهوش انتماء معانا ولا ينفع. أحيانا بتشدنا حاجات ومشاكل وأزمات، بس بسرعة بنرجع لبلدنا، بنتحمل الألم والمرارة والكيد والأزمات والإدعاءات والزيف والكذب من أصوات تتحدث بالوطنية والخوف والحرص، لكن بنبقى دايما مع بلدنا. بلدنا فوق كل شيء، فوق جرحك، فوق مشكلتك، فوق جوعك، فوق وضعك الاجتماعي. البلد دي لازم تبقى بيكم يا رجالة، بجيشكم العظيم، بشرطتكم الباسلة، بقضائكم العادل والنزيه، بمؤسسات الدولة المدنية. النهاردة هنسترجع مع عبد الحكيم عبد الناصر التاريخ والزمن الجميل، وهيطلع علينا صوت حبيب الشعب القائد العظيم جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. كمان احنا داخلين في مرحلة جديدة الأيام الجاية، الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية اللي هتكون صفحة جديدة إن شاء الله في تاريخ هذا الوطن، صفحة من خلالها ندرس مشاكلنا وأحوالنا، نشوف إيه اللي محققناهوش في المرة الأولانية وممكن نحققه في المرة الثانية. إذا ما انتخب الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، إذا كان هناك منافسا، وأنا أتمنى أن يكون هناك منافس، عندنا دستور بيضمن حرية. يلا جدعنوا وهاتوا سواء 25 ألف جماهير أو نواب أو غير ذلك أو 20 نائب، لأن احنا محتاجين اللعبة الديمقراطية، محتاجين تبقى موجودة، محتاجين نسمع كل الأصوات في بلدنا. صحيح أنا ممكن يبقى لي قناعتي بالرئيس أو غيري لي قناعة بكذا أو غير، لكن في النهاية دي اللعبة الديمقراطية اللي احنا لازم نحرص عليها. والحقيقة احنا في الموسم الانتخابي طلع لنا وزير النقل يقول لنا حيغلي أسعار المترو، أسعار